بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية حلب وباعثها المستمع عبد السلام السالم. الأخ عبد السلام يقول: أريد أن أسأل عن أمر ظل محيرني لمدة سنوات، ألا وهو أن شابا يريد الزواج من فتاة راغب فيها وهي أيضا راغبة فيه، ولكن المشكلة أن هذا الشاب رضع من أم تلك الفتاة رضعة مشبعة، فماذا ترون فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ مع العلم أنني قرأت في بعض المراجع أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تحرم المصة ولا المصتان، أي الرضعة ولا الرضعتان حسب قول العلماء، وعن عائشة أنهن كنا يقرأن في القرآن عشر، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحن خمسة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وحديث سهلة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات. وجهون أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا. نعم، الأمر كما ذكرت السائلة أو كما ذكر السائل وكما دلت عليه الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاع يحرم ما تحرم الولاد، لكن لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون الرضاع قبل الفطام، أما الرضاع الذي بعد الحولين وبعد الفطام فإنه لا يحرم. الشرط الثاني أن يكون الرضاع خمس رضعات معلومات، فإن كان أقل من خمس فإنه لا يحرم، ولكن يجب أن نعلم ما حد الرضعة الواحدة، فإن بعض الناس يعتقد أن الرضعة هي الشبع، شبع الطفل، وليس كذلك، بل الرضعة هي المصة، أن يمص الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ثم يعود، فإذا عاد ومصه مرة ثانية صارت رضعة ثانية، وهكذا حتى يكمل خمس مصات ولو في مجلس واحد. هذه هي الخمس التي تحرم، خمس مصات بأن يمص الثدي ويصل إليه منه لبن ثم يتركه لتنفس أو لعطاس أو انتقال إلى ثدي آخر ثم يعود، فإذا تكرر هذا منه خمس مرات سواء في مجلس أو في مجالس صار خمس رضعات محرمة. والرضاع الذي ذكره السائل أنه يريد الزواج من فتاة لكنه رضع من جدتها يقول أو من أمها، المهم أنه رضع من أمها أو من جدتها، لا يحل له أن يتزوجها إذا كانت الرضعات خمس وكانت في الحولين، لأنها إن كانت رضعت من أمه فهو أخوها، وإن كان رضع من جدتها فهو خالها فلا تحل له. وينبغي التنبيه على أنه أخطأ في لفظ الحديث الذي يقول بعد وفاة الرسول صار خمس رضعات، ليس الأمر كذلك، وإنما صار خمس رضعات في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي والأمر على ذلك، يعني لم ينسخ. نعم.